قبل ما ابدأ الفيلم ما تنساش يتأكد انك مش شارك في القناة ومفعل الجرس عشان يوصلك كل افلامنا الجديدة. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع ملياردير ورجل اعمال اسمه نيرو، واللي كان بيجبر بنت قدامه عشان يخليها تخلص على اختها الكبيرة، والبنت بتبقى منهارة وبتقول له ان هي مش قادرة تكمل، فبيقول لها تخلص عليها والا هتموت لو ما نفذتش اوامره. فبتضطر البنت انها تقتل اختها وبتطلع قلبها وبتقدمه له على صينية من الفضة، وبيبقى نيرو مبسوط جدا وبيأمر الحارس بتاعه انه يدي البنت دي 5 مليون دولار، وبيقول لهم يخرجوها من القصر فورا. وبعدها بالصدفة نيرو بيشوف مقال بيتكلم عن افشل 8 مشاهير على السوشيال ميديا، وبيبقى باين عليه انه بيخطط لحاجة. وتاني يوم بنشوف واحد اسمه كاسبر، واللي بيصحى وبيلاقي نفسه في اوضة غريبة، وبيلاقي جنبه جواب مكتوب عليه انه تم قبوله عشان يشترك في لعبة اسمها فان هاوس، ودي بتكون عبارة عن لعبة تحديات بيشارك فيها مجموعة من المشاهير الفشلة على السوشيال ميديا. وفجأة بيسمع صوت وبيطلب منه انه يروح الاوضة الاساسية عشان يتعرف على زمايله اللي هيشتركوا معاه في اللعبة. وبيحاول كاسبر بعدها انه يفتكر هو جه هنا ازاي، لكنه بيبقى مش فاكر، وبيبقى اخر حاجة فاكرها ان هو كان قاعد مع مدير اعماله وكان بيتكلم معاه عن الشغل، وقال له ان في برنامج تحديات طلب منه انه يشترك فيه، وبيقول له ان هو لو كسب فيه هياخد 5 مليون دولار. وكاسبر بيكون رافض في الاول لانه مش بيحب التحديات، لكن بعدها بيوافق وهو مضطر لانه بيبقى محتاج الفلوس ضروري. وبنعرف ان هو كان على وشك الافلاس، خاصة بعد ما انفصل عن مراته المغنية المشهورة اللي اسمها دارلا. وبنرجع تاني للغرفة الغريبة اللي فيها كاسبر، واللي بيروح للغرفة الاساسية وبيلاقي هناك 3 مشاهير مشتركين معاه في اللعبة، وبيقولوا انهم صحي ولقوا نفسهم مخطوفين وموجودين في المكان ده زيهم بالظبط. وبعدها بينضم ليهم 5 مشتركين كمان، وكلهم بيبدأوا يتعرفوا على بعض. وبعدها بيكتشفوا ان المكان ده ملوش اي مخرج وكل الابواب مقفولة، وبيعتقدوا ان صاحب اللعبة هو اللي خاطفهم وان اكيد اللعبة موجودة في الاوضة دي. وفجأة بيسمعوا صوت واحدة وبتقول لهم ان هم مش هيعرفوا يخرجوا من المكان ده ابدا لحد ما اللعبة تخلص، واحد بس منهم هو اللي هيكسب. وبتعرفهم ان كل اللي هيحصل في اللعبة بيتزع في بث مباشر. وبعدها بتبدأ تقول اسامي 8 مشتركين اللي هيشتركوا في اللعبة، وبتعرفهم للمشاهدين اللي بيتفرجوا على اللايف، وبتكون اول واحدة اسمها اولى، واللي بتكون عارضة ازياء مشهورة، وتاني واحد بيكون اسمه جيمس، واللي كان بطل ملاكمة مشهور، وتالت واحدة بتكون ممثلة فلبينية اسمها كيت، واللي بتكون ذكية جدا وبنعرف ان هي كسبت قبل كده بطولة العالم في الشطرنج، ورابع واحد اسمه تيكس، واللي كان شغال مغني راب، وأغنية واحدة بس ليه هي اللي نجحت وشهرته وباقي الأغاني كانت فاشلة. والخامسة بتكون واحدة اسمها لوني، واللي شغالة مذيعة وعندها برنامج فاشل في العلاقات الزوجية. والسادس والسابع بيكون 2 يوتيوبر اسمهم نيفن وخيمينيا، واللي عندهم برنامج على اليوتيوب بيتريقوا فيه على المشاهير. والأخير بيكون كاسبر، واللي بيكون مغني فاشل واتشهر بس بسبب انه كان متجوز مغنية مشهورة وبعد ما سابته بقى مديون. وبعدها بيكلمهم واحد تاني على الشاشة وبيقول لهم ان اسمه فوركاس وانه صاحب اللعبة وهو اللي هيعرفهم على القواعد بتاعة اللعبة. ولما بتسأله خيمينيا ازاي شخصية كرتونية هيكون الدليل بتاعهم، بيقول لهم ان هو انسان حقيقي لكنه بيستخدم برنامج عشان يظهره كده عشان محدش يتعرف عليه. وبيقول لهم بعدها ان اللعبة عبارة عن مجموعة تحديات واللي هيفوز هيكسب 5 مليون دولار، وبيحذرهم لو ان اي حد فيهم حاول يهرب من اللعبة هيواجه مشاكل كتير وهيتعاقب. وبيعرفهم ان نظام التحديات بيعتمد على تصويت المشاهدين، واكتر مشترك هيصوت ليه المشاهدين هو اللي هيكسب، واقل واحد هياخد اصوات هيكون ليه تحدي، ولو نجح فيه هيعتبر كسبان في الجولة، اما لو خسر هيتم استبعاده من اللعبة وهيكون عقابه بشع، اما لو في 2 اتعادلوا هيتحدوا بعض في لعبة بسيطة والكسبان هو اللي هيكمل اللعبة. وقبل كل جولة تصويت للمشاهدين هيعمل كل واحد فيهم لايف وهيتكلم مع الجمهور عشان يحاولوا يقنعوهم ان هم يصوتوا لهم. بيقعدوا كلهم مع بعض وبيحاولوا يستمتعوا قبل ما اللعبة تبدأ، وبعدها كل واحد فيهم بيدخل اوضة صغيرة عشان يطلع لايف مع الجمهور، وبيبدأ كل واحد فيهم يتكلم مع الجمهور عشان يخليهم يحبوه ويصوتوا له. وبعدها بيتم اعلان نتيجة التصويت، وبتخسر لوني ونيفن لانهم بيكونوا اقل نسبة تصويت، وبيتم تحديد لعبة التحدي ما بينهم عشان واحدة فيهم بس هي اللي تكسب. وبعدها بيجي الحارس وبياخدهم لغرفة التحديات، وباقي المشتركين بيقفوا في أوضة معزولة عشان يتفرجوا عليهم، وبيكون بيتفرج عليهم كل الناس من جميع أنحاء العالم، والكل بيكون متحمس عشان يعرفوا مين اللي هيخسر أول تحدي. وبعدها بيظهر فوركاس وبيقول لهم إن لعبة التحدي عبارة عن راس باندا، والمطلوب من لوني إن هي تكسر الراس عن طريق عصاية بيسبول من غير ما تكون شايفة أي حاجة. وبعدها الحرس بيغموا عينيها وبيشغلوا موسيقى عالية في الأوضة عشان ما تسمعش أي حاجة، لكن فجأة بيرفعوا راس الباندا وبينزلوا مكانها نيفن وهو مربوط،
والكل بيبقى مصدوم ومرعوب ومش فاهم اللي بيحصل. ولما بينادوا على لوني عشان ما تضربوش بالعصايه، لوني بتكون مش سامعاهم بسبب الصوت العالي للموسيقى، وبتفضل تضرب في نيفن لحد ما بتقتله. وكل الجمهور اللي بيشوف اللايف بيبقوا مصدومين ومش مصدقين اللي بيحصل. واول ما لوني بتشيل النضاره من على عينيها، بتتفاجئ ان هي قتلت نيفن وبتنهار. وساعتها بيظهر فوركاس تاني وبيقول لهم ان اللعبه عباره عن لعبه حياه او موت، والكل هيموت ما عدا شخص واحد بس، وهو اللي هيفوز، وهو اللي هياخد $5 مليون. وساعتها بنعرف ان فوركاس صاحب اللعبة يبقى هو نفسه نيرو، رجل الاعمال اللي شفناه في اول الفيلم. وبيحذرهم وبيقول لهم ان لو اي حد فيهم حاول يهرب من اللعبة هيكون مصيره الموت. وبعد موت نيفن في اللعبة، الكل بيتكلم عن اللعبة في الأخبار، وبيبقوا معتقدين ان كل اللي بيحصل عبارة عن تمثيل ومش حقيقي. وبعدها بيرجع كل المشتركين للغرفة الأساسية وبيبدأوا يفكروا ازاي ممكن يخرجوا من المكان بعد ما عرفوا ان صاحب اللعبة مجنون وعايز يقتلهم. وتكس المغني بيبقى خايف ومنهار وعايز يحاول يهرب بأي طريقة، وبيلاحظ ان في مخرج من الأوضة بتاعتهم وبيبقى عايز يكسر الإزاز عشان يهرب. وكاسبر بيحاول يمنعه، لكن تكس بيقرر ان هو يكسر الإزاز عشان يهرب. لكن فجأة الحراس بيظهروا وبيمسكوه وبيربطوه في غرفة التحديات وبيحطوه في برميل مليان حمض الأسد لحد ما جسمه كله بيتحلل وبيدوب وبيموت. وبعدها نيرو بيهددهم وبيقول لهم ان لو اي حد فيهم حاول يهرب هيكون مصيره الموت زي تكس. وكل وسائل الإعلام بعدها بتتكلم اكتر عن اللعبة بعد ما اتأكدوا ان كل اللي بيحصل فيها حقيقي. وساعتها الست مشتركين اللي باقيين بيبقوا مرعوبين وخايفين من الموت. وبعدها بتبدأ الجولة التانية للتصويت، وبيطلعوا كلهم لايف للمشاهدين وهم بيعيطوا وبيطلبوا منهم يصوتوا لهم. وبعدها بتطلع المغنية ميراد كاسبر في الأخبار وبتقول إن هي مش مصدقة اللي بيحصل في المسابقة، وبتقول إن طليقها كاسبر طيب وما يستاهلش إنه يموت. وبعد ما بيطلع نتيجة التصويت، بتكون أولا وخيمينيا أقل اتنين الجمهور صوت لهم، ونيرو بيقول لهم إن التحدي هيكون بينهم هما الاتنين ولازم واحدة منهم تموت. لكن أولا بتنهار وبتتخانق مع خيمينيا لأنها بتكرهها، وبنعرف إن هي كانت بتنتقدها في البرنامج بتاعها على اليوتيوب. وبيبقوا هما الاتنين منهارين، لكن نيرو بيقول لهم إن التحدي بتاعهم هيكون عبارة عن لعبة قتال ولازم واحدة منهم تقتل التانية. وبعدها بيظهر الحرس عشان ينقلوهم لغرفة التحديات، وجيمس الملاكم بيبقى متعصب جدا لأنه بيحب أولا ومش عايزها تموت، وبيبقى مش عايز الحراس ياخدوها، لكنه مش بيقدر يتدخل لأن الحراس بيكونوا شايلين سلاح. وبعدها بياخدوهم لغرفة التحديات وبيقول لهم نيرو ان كل واحدة فيهم هتاخد فاس في الضلمة، واللعبة هتكون ان كل واحدة فيهم هتضرب التانية في الضلمة لحد ما واحدة فيهم تموت. وفعلا بيبدأ التحدي وبيطفوا الأنوار وبيشغلوا الرؤية الليلية عشان المشاهدين يتفرجوا على التحدي ويشوفوا اللي بيحصل. وبيبقوا هما الاتنين واقفين في الضلمة وخايفين انهم يموتوا، وأولا بتفقد أعصابها وبيقع منها الفاس، وخيمينيا بتعرف مكانها وكانت هتقتلها، لكن أولا بتبعد في آخر لحظة وبتقدر إن هي تمسك الفاس تاني، ولما بتسمع صوت خيمينيا بتعرف مكانها وبتضربها في نص دماغها وبتخلص عليها، وبتبقى منهارة جدا من اللي عملته. وبعدها الأخبار بتتكلم عن كل الجرائم اللي بتحصل في اللعبة، وبتسأل مذيعة واحد من الشرطة إزاي لحد دلوقتي ما قدروش يحددوا المكان اللي بيتعمل فيه اللعبة ويوقفوا كل اللي بيحصل. فبيقولها الشرطي إن هم حاولوا يحددوا مكانهم بالأقمار الصناعية، لكن صاحب اللعبة بيكون عامل نظام حماية قوي جدا ومش قادرين يعرفوا مكانه. وبالليل أولا بتكون لوحدها وسكرانة، ولما بيشوفها كاسبر بياخدها عشان يوصلها لأوضتها، لكن أولا بتحاول تخليه يقرب منها، وهي عارفة إن الجمهور بيتفرج عليهم عشان يصوت لهم في الجولة التانية. لكن كاسبر بيرفض لأنه عارف إن هي على علاقة مع جيمس. لكن فجأة جيمس بيظهر وبيشوفهم مع بعض وبيتخانق مع كاسبر لأنه افتكر وبيخونه مع أولا. وتاني يوم بتحاول أولا تخلي الجمهور يصوت لها بأي طريقة، لكن من غير فايدة، لأن ولتاني مرة الجمهور مش بيصوت لها، وبتطلع في المركز الأخير لأن الجمهور بيكون مش متعاطف معاها خالص. وبعدها بتروح غرفة التحديات وبيقولها نيرو إن التحدي هيكون عبارة عن لعبة صور متشابهة، وبيبقى المطلوب منها إن هي تجمع كل صورتين متشابهين مع بعض في دقيقتين بس، وبيقولها إن هي لو خسرت هتلف عجلة الحظ عشان تختار بنفسها الطريقة اللي هتموت بيها. وبيبدأ التحدي وبتحاول أولا تلاقي الورقتين المتشابهين عشان تكسب بأي طريقة، لكنها بتكون متوترة جدا ومش عارفة تركز وبتخسر التحدي في النهاية. وبعدها بتلف عجلة الحظ عشان تختار الطريقة اللي هتموت بيها وهي منهارة، وبتتفاجأ إن حظها طلع إن هي تموت بطريقة بشعة جدا وهيتم تقطيع رجليها وإيديها. وفعلا بيربطوها من إيديها ورجليها وبيفضلوا يشدوا الحبل لحد ما بتتقطع وبتموت.
وكل زمايلها الأربعة بيكونوا مش مصدقين ومنهارين وبيفكروا في اللي هيحصل لهم بعد كده، وبيحاولوا يلاقوا أي مخرج من اللي هم فيه. لكن فجأة بيظهر نيرو وبيقول لهم إنه هيبعت لهم هدية، وبعدها بيروحوا عشان ياخدوا الهدية وبيفتحوها، لكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا جايب لهم صورهم مع عائلتهم، وبعدها بينهاروا كلهم وبيتمنوا إن هم يخرجوا من اللعبة بأي طريقة. وكاسبر بيبقى حزين جدا وبيبقى قاعد لوحده، وبتروح لوني وبتحاول تخليه يتماسك عشان يقدر يكمل التحدي، وبنلاحظ من نظراتهم لبعض انهم معجبين ببعض. وتاني يوم بيتم اعلان نتيجة التصويت في الجولة الجاية، وبيبقى جيمس صاحب اقل نسبة تصويت، وهو اللي هيدخل التحدي الجاي ولازم يكسب فيه عشان يفضل عايش. لكن قبل التحدي بيزيع نيرو في فيديو الاولى وهي بتحاول تخلي كاسبر يقرب منها، وساعتها بيفهم جيمس ان هو ظلم كاسبر وبيعتذر له على اللي عمله فيه. وبعدها بيعرف جيمس ان التحدي بتاعه هيكون عبارة عن ماتش ملاكمة، وهيكون ضد واحد من الملاكمين الاربعة اللي الجمهور هيختار واحد منهم عن طريق التصويت عشان يقابل جيمس. وبعدها بيروح جيمس وبيعمل لايف وبيتكلم مع الجمهور، وبيبقى منهار وبيقول لهم ان هو كان نفسه يشوف بنته قبل ما يموت. وبيبدأ تصويت الجمهور وبيختاروا واحد اسمه بوتلز عشان يواجه جيمس، وبيبدأ التحدي وبيكون جيمس قوي جدا، ولأنه كان محترف بيقدر ان هو يضرب الملاكم وبيقدر يهزمه وبيخلص عليه بكل سهولة. لكن نيرو بيقرر ان هو يخلص على جيمس وبيدخل عليه الملاكمين الثلاثة وبينزلوا ضرب فيه لحد ما بيخلصوا عليه. لكن في نفس الوقت الشرطة بتكون وصلت للمكان وقدروا يحددوا مكان اللعبة، وبيقرروا ان هما يهجموا على المكان عشان يقبضوا على نيرو وينقذوا باقي المشتركين. وبعدها كاسبر بيتكلم مع نيرو وبيسأله عن السبب اللي خلاه يعمل اللعبة، فبيقول له نيرو ان هو بيحب التحديات وانه عمل اللعبة بس لغرض المتعة الشخصية، فبيفهم كاسبر ان هو مجنون. وبعدها بتروح له لوني وبتعترف له ان هي بتحبه، وهو كمان بيعترف لها بحبه وبيقربوا اكتر من بعض. وتاني يوم بتظهر نتيجة الجولة الجديدة، وبتكون كيت بطلة العالم في الشطرنج، هي صاحبة المركز الاخير، وبيعرفها نيرو ان التحدي هيكون عبارة عن مباراة شطرنج ضده هو، وبيقول لها ان هي لو خسرت هتختار بنفسها الطريقة اللي هتموت بيها عن طريق عجلة الحظ. وبيبان على كيت ان هي واثقة من نفسها وبتبدأ اللعبة وهي مركزة جدا، وبتكون هي اللي كسبانة في الاول، لكنها بتتفاجأ بعدها ان نيرو ذكي جدا على عكس ما كانت هي متوقعة وبيقدر يكسبها في الاخر. وبعدها بتلف عجلة الحظ عشان تختارها تموت ازاي، لكن لحسن حظها ان العجلة بتقف عند المكان اللي هيخليها تفلت من الموت. وبيقول لها نيرو ان ده معناه ان المشترك اللي اقل تصويت بعدها هو اللي هيكمل التحدي مكانها، واللي بتكون لوني. لكن كاسبر بيقرر ان هو يضحي بنفسه ويكمل التحدي مكانها، وبمجرد ان هو بيدخل غرفة التحدي بينصدم لما بيلاقي الحراس بيدخلوا معاه لوني، وبيقول لهم نيرو ان التحدي هيكون بينهم هما الاتنين، والتحدي بيكون عبارة عن ان كل واحد فيهم هيمسك مسدس وهيبعد عن التاني 5 متر، وكل واحد فيهم هيضرب على التاني عشان يخلص عليه، وبيبقوا هما الاتنين خايفين ومش عايزين يقتلوا بعض لانهم بيحبوا بعض. وفي نفس الوقت بتوصل الشرطة للمكان بعد ما قدروا يحددوا مكان اللعبة، لكن بعدها بيكتشفوا ان نيرو كان عامل لهم فخ وقدر يخدعهم، وبيلاقوا سايب لهم قنبلة في المكان. وفي التحدي بيقرر كاسبر ولوني ان هما ما يقتلوش بعض، وبعدها بينتحروا هما الاتنين وبيموتوا. وساعتها بيعلن نيرو ان كيت هي اللي كسبت في اللعبة، وبيديها الجايزة $5 مليون وبيسيبها عشان تخرج من المكان. وبعد ما بتطلع الشرطة بتقبض عليها وبتحقق معاها وبيحاولوا يعرفوا منها اي معلومات عن اللعبة، لكن كيت بتكون منهارة وحالتها صعبة جدا، وبتقول لهم ان هي ما تعرفش اي حاجة عن صاحب اللعبة، فبيسيبوها تمشي وبعدها بتروح البيت. وبعدها بنشوف نيرو في لقاء في التلفزيون، والمذيع بيقول عليه ان هو اذكى مهندس برمجيات واغنى رجل في العالم، وبيبقى طبعا محدش يعرف ان هو صاحب لعبة التحديات وهو السبب في كل الناس اللي ماتوا. لكن المفاجأة ان تاني يوم بتروح كيت لبيت نيرو، وبنفهم بعدها ان هي حبيبته وهي اللي كانت متفقة معاه وبتساعده في كل الالعاب عشان هي اللي تكسب وتخلي باقي المشتركين يموتوا. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. والسلام.